لماذا تعتبر السياسة الاقتصادية لحكومتكم قضية حقوق إنسان؟ تتطلب الالتزامات الدولية للدول بذل جهود لضمان حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تبني سياسات مالية. الفقر من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان، وتقع على الدولة مسؤولية معالجته، بما في ذلك إعادة توزيع الثروة بشكل عادل بين الجميع. يجب أن تعطي الحكومة الأولوية في إنفاقها لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لمواطنيها، مثل الاستثمار في التعليم والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال توجيه أقصى مواردها المتاحة لهذه الغايات، ويجب ألا تقل هذه الاستثمارات أبداً. ولا يمكننا إخفال الدور المحوري للخدمات العامة في ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. تحتاج الدولة إلى موارد كافية لتأمين التمويل المطلوب لهذه الاستثمارات، ويعتبر تمويلها من التزامات حقوق الإنسان. فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء. إن فرض ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة يساهم بشكل فعال في تقليل التفاوت داخل المجتمع، فإن تحسين السياسات الضريبية وتطبيقها يؤدي إلى تحقيق إيرادات تكفي لعملية الاستثمار في حقوق الإنسان. ويجب على الدول أن تتمسك بمبادئ المساواة وعدم التمييز في سياساتها المالية، كما ومعالجة الأسباب البنيوية للتمييز وانعدام المساواة. جميع هذه المسؤوليات تنطبق على قرارات الدول المحلية والخارجية، على سبيل المثال من خلال اتفاقيات تجارية تعقدها أو عضوياتها في مؤسسات مالية دولية. إن السياسات المالية ليست مجرد مسألة فنية وحسب، بل تتعلق أيضاً بالعدالة وحقوق الإنسان، وينبغي أن تتقيد السياسات المالية بمبادئ حقوق الإنسان وتعتمد على مبدأ الشفافية وتعزيز المساءلة أمام الجميع.